السلام عليكم، أنا محمد غنايم. لو بدأنا هذا المقطع بحديث للرسول صلى الله عليه وسلم يقول: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع. لو تمعنت في حال صومنا تجد الكثير منا مع الأسف يندرج تحت هذا الحديث، يعني لا يأخذ من الصيام سوى الجوع. طبعا الآن قد تقول في نفسك: يا محمد، نكدت علينا بموضوعك هذا، لا يكفي أننا صيام الآن وأنت تزيد علينا الطين بلة. ترفق بي يا أخي، يوجد حديث آخر للرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فأنت أخبرني بنفسك، أي حديث من هذين الحديثين تحب أن تندرج تحت مضمونه، الحديث الأول أم الثاني؟ وعليه قرر أن تكمل هذا المقطع أو تنهيه. أي قرر، أنتظرك. جميل، لنفترض أن أشخاص منكم بقوا وأشخاص منكم ذهبوا. فالأشخاص الذين بقوا معنا، أسأل الله أن يجمعنا وإياكم بالجنة وأن يجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم. وأيضا الأشخاص الذين فارقونا، أسأل الله أيضا أن يهديكم وأن يجمعنا أيضا بكم بالجنة. تعرفون، عندما تصوم عن الأكل يصبح كل شيء طيب في نظرك، حتى بعض الأكلات التي لا تحبها في غير صومك تجدك في صيامك تحبها وترغب في أكلها. صحيح، ونفس الحال بالنسبة للنظر للمحرمات. فالنظر للمحرمات في شهر رمضان لذيذ للعين، مع أنه محرم عليك، وهناك حكمة إلهية في هذا الموضوع، لأنه كما تعلمون في شهر رمضان وفي كل ليلة يوجد عتقاء من النار، فالجائزة كبيرة، لذلك التحدي أيضا كبير. فمجاهدة النفس على عدم ارتكاب المعاصي تصبح أصعب في شهر رمضان. بالنسبة لغض البصر، الأمر ليس سهل من المرة الأولى لو رغبت في غضه، ولكن في شهر رمضان لو حاولت غض البصر ستجده أسهل على نفسك من غيره من باقي الشهور، لأنه في رمضان تكون الشياطين مسلسلة بسلاسل كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا دافع لك لتبدأ بهذه الخطوة. يعني لو نظرنا للأمر من زاوية مختلفة نلاحظ أنه في رمضان النظر للمحرمات ألذ للنفس، ولكن غض البصر أسهل على النفس. وبالتالي البدء في غض البصر عن المحرمات في رمضان أسهل عليك من باقي الشهور، وبالتالي الفوز العظيم. سألت في صغري عن فائدة غض البصر، فقال لي أحد الكبار في السن: ستجد نورا في القلب. قلت في نفسي حينها ربما يتفلسف، ولم أعلم حينها بأنه محق، بل محق تماما، بل غض البصر هو أزكى للنفس، كما يقول الله سبحانه وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فتجد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أقرب الناس إلى الله عز وجل كان يدعو الله بتزكية نفسه، كان يقول: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. إذا لنتفق الآن بيننا أننا سنقوم بغض البصر في شهر رمضان، أو سنبدأ في ذلك ابتداء من شهر رمضان، لأن ذلك أسهل علينا من غيره من باقي الشهور، وبالتالي التعود والوصول إلى تزكية النفس. طبعا سؤال هامشي قد يخطر على بالك الآن، قد تقول: محمد، لماذا تركز على موضوع غض البصر في رمضان، مع أنه يجد الكثير من الأمور التي يفعلها البعض ويرتكبها البعض من معاصي أيضا في شهر رمضان؟ ببساطة لأن أكثر معصية تجرح الصوم في شهر رمضان هي النظر للمحرمات، يليها الغيبة والنميمة. يعني تعرفون بعد الإفطار تندفع الطاقة في الإنسان وتحلو المجالس بين الشباب أو الشابات وتنفتح سريرتهم للكلام، وأي كلام، كلام كله غيبة. وقبل الإفطار لا يكون للمرء مزاج للتكلم أو الغيبة، فيكون أكثر جارح للصوم هي العين، سواء من نظر للمحرمات في الشارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي وما تحتويه. يعني ذلك اليوم في جلسة لي مع شخص أعرفه، يقول لي: يا رجل، أرى لماذا تصاحب فلان؟ أراك تخرج معه كثيرا، لا أعتقد أنه يليق بك ولا أحب مضمونه. رمى لي خيطا للغيبة، يريد مني أن أشاركه في أكل ذلك الشخص، أن يأكله بالغيبة. فقلت له: من أنت لتخبرني من أصاحب، وأنت الذي لا يجب مصاحبتك لحبك للغيبة؟ قال: يا رجل، نحن نتكلم فقط. قلت له: يا هذا مجيبا لسؤالك الذي اغتبته لا يغتاب على أقل تقدير، وهذا سبب كاف لي لأصاحبه. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. دائما أنكر الغيبة إذا طرحت أمامك ولا تشارك بها، لأنك لو شاركت بها كسبت سعادة لحظية لا فائدة منها سوى أنك أنقصت من شخصيتك أمام المكتبين وأنقصت من حسناتك. والذي يتمعن في القرآن الكريم يمتلك حاسة تحليل الشخصيات، فتجده يعرف كينونة الشخص المقابل له من حوار بسيط معه. تجد أن كثير الحلفان يغتاب، لقوله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. فربط الله سبحانه وتعالى كثير الحلفان بالغيبة والنميمة، فإذا جلست مع كثير حلفان
اعلم علم اليقين أنك بمجرد انصرافك عنه سيغتابك كما اغتاب غيرك بوجودك، فلا تغتاب سواء بالضحك على من حولك بحجة المزح أو الترويح عن النفس، أو على أقل تقدير لا تفعل ذلك في رمضان لأن السيئات والحسنات مضاعفة فيه. إذن فلنتفق الآن أننا لن نغتاب أحد، وإذا اغتيب أحد أمامنا سننكر عليهم ذلك، لأننا لو فعلنا ذلك تخيل ماذا سيحدث لك. ستأتيك شهادة من الله عز وجل في نهاية شهر رمضان مفادها أنك معتق من النار، يعني مهما حصل بك أو معك أو عليك لن تدخل النار إطلاقا. تخيل، هل يوجد شهادة أعظم منها؟ لذلك لنجعل صومنا صوم عتق من النار لا صوم جوع. في النهاية شاركني برأيك في مكان التعليقات. أعلم أنه في رمضان يكون الوقت ضيق نوعا ما ولدينا التزامات كثيرة، ولكن أحببت أن أمرر هذه النصيحة لك، ودمتم في أمان الله.